المستوى المعيشي للعاملين داخل الهيئة. هل ستستطيع هذه الهيئة إذن رفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين؟ كيف هو شكل الخدمة المقدمة الآن؟ هذه التساؤلات وغيرها سوف نناقشها في هذه الحلقة، ليكون تساؤل هو: كيف ترى خطوات زيادة ميزانية التأمين الصحي بقيمة 2,700,000,000 جنيه؟ هذا هو تساؤل هذه الحلقة، ننتظر مشاركتكم معنا على أرقام هذا البرنامج، ألا وهي 2574336. كما ننتظر مشاركتكم واتصالاتكم معنا على مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي. انتظرونا إذن بعد هذا الفاصل لنستكمل حوارنا في هذه الحلقة. في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تعد الصحة من أهم ركائزها، كشف وزير الصحة والسكان أحمد عماد الدين عن موافقة مجلس الوزراء رسميا على مشروع القانون الجديد لزيادة ميزانية التأمين الصحي بقيمة 2.7 مليار جنيه على الميزانية الحالية والبالغة 6 مليارات جنيه سنويا، مشيرا إلى أنه تم رفعه إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي. ومن المتوقع أن يصدر القانون الجديد خلال فترة وجيزة، حيث يشمل الزيادة المقررة لميزانية التأمين الصحي تخصيص 1.4 مليار جنيه لتحسين مستوى أداء الخدمة بالهيئة، بالإضافة إلى 1.3 لتحسين المستوى المعيشي للعاملين بالهيئة، ويبلغ عددهم 44,000 من جميع الفئات ومساواتهم بزملائهم الذين طبق عليهم كادر الأطباء. وزير الصحة أوضح أيضا أن مشروع القانون بزيادة ميزانية هيئة التأمين الصحي تم اقتراحه نظرا لأن هيئة التأمين الصحي تعتمد على التمويل الذاتي من حصيلة اشتراكات المؤمن عليهم، وتخدم نحو 50 مليون مواطن، وميزانيتها الحالية غير كافية لتلبية احتياجات المنتفعين من التأمين الصحي. وقد تم وضع بعض البنود التي من شأنها تعديل قيمة الاشتراكات للتأمين الصحي لزيادة ميزانيته، ومن بينها تعديل قانون 32 ليطبق بدلا منه قانون 79 ويعمل به الجميع، ويضمن ذلك توفير 800 مليون جنيه، ويقوم بتحصيل هذا الاشتراك التأمين الاجتماعي ويقوم بتحويله لحساب هيئة التأمين الصحي. قبل أن نتواصل مع ضيوفي الكرام عبر الهاتف للحديث عن هذا الموضوع، اسمحوا لنا أن نذهب إلى مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة آرائكم التي وردتنا حتى الآن على موقعنا همزة وصل إي جي. يعني هناك تعليق من أحمد أبو العلا يقول إن زيادة الدعم للتأمين الصحي هو خطوة جادة في الاتجاه الصحيح لتحسين الأحوال الصحية لموظفي الدولة، ويتبقى لنا سعي الدولة في تحسين الحالة العامة لمستشفيات مصر الحكومية من مباني وأجهزة حديثة وأطباء ذو كفاءة عالية، مع الاهتمام الفعلي ومراعاة المرضى لكي يصل الدعم الصحي إلى فقراء مصر من جميع الفئات. والدولة عليها أيضا أن تنظر بجدية إلى الصعيد والمحرومين من الخدمات الصحية كما يقول أحمد أبو العلا، وخير مثال على ذلك قرية أبا الوقف البلد مركز مغيغة. ناخذ أيضا تعليق آخر من محمد النجدي ويقول أيضا إن زيادة مخصصات التأمين الصحي خطوة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية لموظفي الدولة، ولكن يبقى الجانب الأكبر من الدولة المصرية وهم المواطنين، فيجب أيضا الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في المستشفيات الحكومية العامة لكي يستفيد جميع المواطنين منها، وأيضا كذلك يدعو إلى رفع ميزانية التعليم. نذهب أيضا إلى تعليق آخر مع محمد عبد المعطي وهو يقول: المهم لا الزيادة، المهم هذه الزيادة ستذهب في أي اتجاه، وهل الزيادة ستخدم الناس أو لن يعرف أحد أين صرفت وستتبدد قبل أي زيادة؟ يجب أن يكون هناك مراقبة ومحاسبة حتى يلمس الناس تحسين التحسن في هذه الخدمة. أيضا أبو عبد الرحمن المصري يقول: من المؤكد أن زيادة الميزانية ستتيح فرص أكثر لعلاج كثير من المواطنين، كما أنها ستساعد على صرف كثير من الأدوية التي لا يتمكن المواطن من صرفها، لكن لابد من حسن المعاملة من المواطن مع المواطنين من قبل موظفين وأطباء وتمريض التأمين، ولابد من وضع منظومة علاجية محترمة. أيضا
عبادة برضو يقول يجب تغيير منظومة التأمين الصحي بالكامل، لأن النظام الحالي يهدر مبالغ طائلة ولا يؤدي الغرض المطلوب لعلاج الغالبية العظمى من الشعب محدودي الدخل. يجب القضاء أيضا على الفساد كما يقول، وكذلك النظر إلى المواطن نظرة احترامية وليس كما يحدث الآن. كانت يعني بعض هذه هي بعض التعليقات التي وردتنا على موقعنا على شبكة التواصل الاجتماعي همزة التواصل، وبالتالي أيضا ننتظر المزيد من هذه التعليقات. دعونا نذهب إلى ضيوفنا الكرام الذين ينضموا إلي عبر الهاتف لمعرفة آرائهم حول هذا المشروع وزيادة ميزانية التأمين الصحي في المرحلة القادمة. ينضم إلي عبر الهاتف الدكتور محمود أبو القاسم مدير فرع جنوب الصعيد بالتأمين الصحي، وكذلك الدكتور محمد حسن منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، والدكتور هشام مجدي الخبير القانوني وعضو مجلس الشعب. أبدأ مع الدكتور ممدوح أبو القاسم مدير فرع جنوب الصعيد بالتأمين الصحي. يعني دكتور ممدوح، يعني كيف ترى أهمية هذا المشروع القانون وزيادة موازنة هيئة التأمين الصحي وتأثيرها بالطبع على الخدمة المقدمة للمواطنين؟ فيما يخص زيادة المخصصات للتأمين الصحي هي نقطة مهمة جدا على الطريق الصحيح لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية المقدمة لكل من هم تحت مظلة التأمين الصحي، خاصة وأن هناك خدمات صحية تتطلب مبالغ طائلة مثل أدوية الأورام وكذلك عمليات القلب المفتوح وزرع النخاع وعمليات زرع الكبد والكبد، وهذه ما يهم كل المواطنين الذين يحتاجون إلى هذه العمليات الباهظة والمكلفة ويتحملها التأمين الصحي. فرفع هذه القيمة هو خطوة صحيحة أو خطوة على الطريق الصحيح لتعديل الأوضاع أو لتصحيح الأوضاع أو لضخ ميزانية مهمة جدا يستطيع من خلالها هيئة التأمين الصحي أن تلبي الاحتياجات الضرورية والهامة لكل المرضى. يعني يبقى ما يسعد إليك أيضا دكتور ممدوح. أنتقل إلى الدكتور محمد حسن منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة. يعني دكتور محمد أيضا، يعني هل هي المشكلة في التأمين الصحي هل هي فقط ميزانية أم أن هناك أيضا عقبات ربما تواجه أيضا هذه الهيئة وتقديم الخدمة المميزة للمواطنين؟ في الحقيقة في عقبات كثيرة، ومن أهم العقبات هي أن هيكل مرتبات جميع العاملين من أطباء وتمريض وفنيين بيلاقوا هيكل مرتبات طارد، وبالتالي فهم بياخدوا خبرة أو شهادة التخصص ثم ينطلقوا للبحث عن مستقبلهم في الخليج، لدرجة أن في نقص بالمطلق في عدد الأطباء في مصر والتمريض وكده في مصر عموما وفي التأمين الصحي أيضا. اللي حصل ان الاجراء ده اللي هو اجراء بنراه اجراء ايجابي طبعا في مجمله بيبقى نوع من اسعاف الطوارئ، يعني بيمد التامين الصحي بقطرات كده من الدم وهو محتاج نقل دم كتير. السبب المباشر لها هو احتجاجات اطباء التامين الصحي لان هم الوحيدين اللي ما شملهمش الزياده في كذا الاطباء الجديد. ورئيس هيئة التأمين الصحي كان بيقول مواردي محدودة والميزانية متوازنة بالعافية، مش هقدر أزود إلا إذا جالي موارد إضافية. بس أنا ليا حافظ واحد على بند من البنود الثلاثة اللي زادت بيها الميزانية. طبعا زيادة سعر السجاير لصالح التأمين الصحي ده اللي بنسميه نوع من الضرائب المخصصة أو المربوطة لغرض معين وده شيء إيجابي، والقانون 32 الغائه ده ما طلعش غير سنه 75. قبلها كان الموظف الحكومه بيدفع 4% زيه زي المواطن في القطاع العام والخاص، اللي اتخفض ل 2% سنه 75 ودلوقتي رجع 4%، وده شيء ايجابي برضه لان دي زياده محدوده لكن تفرق كتير مع التامين الصحي وتجيب له 800 مليون جنيه. النقطة اللي أنا متحفظ عليها في الحقيقة هو أن يزيد مساهمة الطلاب في التأمين الصحي والأطفال قبل سن الدراسة، بدل ما كل واحد يساهم بأربعة جنيه بيساهم باثناشر جنيه. هو في الحقيقة ممكن تقول أن الزيادة بسيطة وأن هو ده واحد جنيه في الشهر، هي زيادة بسيطة فعلا
وبسيطة على الحكومة كمان، لأن لما تضرب 22 مليون طالب في 8 جنيه الفرق هتطلع ايه 88 مليون جنيه، مبلغ تافه جدا بالقياس مثلا 7.8 مليار دلوقتي ميزانية التأمين الصحي. لكن لما تشوف القرى في الريف والفقر اللي فيها تجد ان دي اللي هي جزء من مصاريف الدراسة اللي هي 45 جنيه وهتزيد دلوقتي تبقى 53 جنيه وكده، بتلاقيها عقبة حقيقية قدام تعليم الفقراء. بتلاقي ان الاتجاه في الصعيد لعدم تعليم الاناث عالي، جزء منه علشان النفقات سواء المصاريف او المصروفات اللي بيصرفها الطفل اثناء الدراسه، علما بان في يعني كل الدول المتقدمه التامين الصحي على الاطفال اجباري ومجاني تمام بدون اشتراك. طب يعني اسمح لي ايضا دكتور محمد سعود اليك مره اخرى دكتور محمد حسن، وانتقل الى الدكتور هشام مجدي الخبير القانوني وعضو مجلس الشعب. يعني دكتور هشام ايضا، يعني كيف قراءتك لهذا التعديل في ميزانيه هيئه التامين الصحي ايضا، ومن الناحيه القانونيه وداخل مجلس الشعب هل ستكون نظره او اعاده نظره لهذا القطاع المهم قطاع الصحه بشكل عام في مصر من اجل تقديم خدمه ايضا مميزه للمرضى المصريين؟ السلام عليكم، انا بحيي البرنامج. الحقيقه لاول مره الدستور المصري دستور 2014 في الماده 18 منه ادى لكل مواطن الحق في الصحه وفي الرعايه الصحيه المتكامله. مش بس كده، ده انزل الدوله بتخصيص نسبه من انفاق الحكومه للصحه ما تقلش عن 3% من الناتج القومي، ويزيد الكلام ده يزيد بنسبه وفق المعدلات العالميه. ايضا تلتزم الدوله باقامه نظام تامين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الامراض. وعشان اتكلم عن كل الامراض المزمنه والامراض المكلفه، الاحرام او زراعه الوقاية زي ما استاذنا قال، زرع كلى، الفيروسات، الحاجات دي كلها هي امور مكلفه. انا مع الزياده، هي بس بتشعر المواطن انه مساهم، وهي مساهمه رمزيه، يعني تلك المبالغ ليست كبيره، ولكن هي بتشعر المواطن المصري انه شريك في الحياه المصريه وانه يساهم بقدر بسيط. لكن انا بطلب من الدوله انها زي ما النصر بيقول انها لازم تحسن اوضاع الاطباء وهيئات التوريث المتعاملين والمنشآت الصحية، يعني ما لاقيش في محافظة مستشفى واحدة للتأمين الصحي بتخدم 3.5 مليون نسمة، ازاي مستشفى واحدة في محافظة واحدة هتأدي خدمة للناس؟ بالتالي الكفاءة هنا الكفاءة هتبقى متواضعة، الخدمة هتبقى غير متميزة أو غير مرضية للمواطن المصري. احنا أعتقد إن بعد صحة المواطن المصري مفيش حاجة تحتاج اهتمام أكتر. هي والتعليم. الحقيقه الدستور ادى اولويه للصحه وادى اولويه للتعليم، وانا مع الزيادات، وان كان الدستور نفسه قال ان القوانين هي اللي تنظم الزيادات بتاع الاشتراكات بتاع الناس، يعني لازم القانون يخلي المواطنين اشتراكات او اعفائهم منها. يعني برضه يجوز للدوله انها تعفي بعض الفئات زي الفلاحين اللي هم او الناس الغير قادرين اللي ما عندهمش، الناس ما عندهاش دخل ثابت، عماله، فلاحين، ناس بسيطه، الدوله هتشيل اعداء الامر، وبنقول هي مشاركه رمزيه سواء من التلاميذ سواء من المواطن العادي. يعني نعم، وصلت الفكرة دكتور هشام. سنكمل الحديث أيضا في هذه النقاط وأيضا ضيوفي الكرام الآخرين، لكن دعونا ننتقل إلى مواقعنا على شبكات التواصل من جانب المواطنين الكرام. يا أيضا هناك تعليق ورد إلينا من بدوي عبد الموجود بيقول: نتمنى من تحقيق العدالة الاجتماعية في التأمين الصحي، محتاجين في كل قطاع عيادة كاملة، لأن اي اكون في كرداسه واروح اكشف في الوراق وبعدين بيتم التحويل لمستشفى. ايضا عادل ماضي يقول: فكره ممتازه، بس المهم تنفيذ على ارض الواقع، لان المهم ان المواطنين ترى هذا على الطبيعه، لان ما نراه او ما نسمعه في وسائل الاعلام لم ينفذ منه شيء على ارض الواقع. وبنشكر فريق عمل برنامج همزه وصل، وايضا الشكر موصول لك استاذ عادل. هناك ايضا تعليق من اسامه احمد الجواد
بيقول أكيد طبعا كلنا نعلم أن التأمين الصحي من أهم ما يحتاج إليه المواطن، فكل الشعب يأمل أن يدخل تحت مظلة التأمين الصحي نظرا للظروف الصحية من قلة الدخول وعدم القدرة العلاجية. لكن المشكلة ليست في زيادة دعم التأمين بالأموال، ما فيش مشكلة، لكن في كيفية إنفاق تلك الأموال، وهل ستتحقق الغاية المنشودة التي ينتظرها المواطنون. هناك تعليق آخر من أبو أدهم الحفني الشرقاوي بيقول: الصراحة حلوة، أنا مش هعمل فيها الناصح والفاهم في ميزانية القطاعات والمؤسسات، وأعرف مقدار كل ميزانية وهل تكفي كل ما يحتاجه من قطاع ولا لا. أنا الذي أعرفه أن الميزانية ليست كافية لتلبية ما يحتاجه المواطن من خدمة جيدة، فيجب عدم التردد في زيادتها من أجل تقديم خدمة جيدة تراعي إنسانية المواطن وتحفظ كرامته. أيضا هناك تعليق آخر من محمد جامع بيقول أنها موافق وخطوة يعني جيدة، لكن لابد من المتابعة والرقابة من قبل الحكومة على عيادات التأمين الصحي، لأن هناك بعض الحاجات أو الأشياء الأخرى ليست يعني يسمع عنها المواطن، ولابد من تزويد مخصصات التعليم والصحة. يعني هناك تعليق آخر من حامد شباكة بيقول أن موضوع الصحة والتأمين الصحي لن يأتي بزيادة التأمين الصحي، لازم نشتغل على أجندة محترمة تيجي من القاعدة وخطوة هامة متواصلة لمستوى آدمي. يعني كانت هذه هي بعض التعليقات التي وردتنا حتى الآن أيضا من مواطنين الكرام الذين يشاركوننا على مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي. دعوني أعود مرة أخرى إلى ضيوفي الكرام للحديث معهم حول هذه الأمور أيضا مرة أخرى. ينضم إلي الدكتور ممدوح أبو القاسم. يعني كنا نتحدث عن هذه المشكلات، أو ربما كانت هناك بعض العقبات، يعني كان هناك أيضا تحفظات من الدكتور محمد حسن على فكرة للاشتراكات من جانب بعض أو من جانب الطلاب عموما ومن بعض الفئات الأخرى. يعني الهيئة ربما هي تعتمد على مثل هذه الاشتراكات، هل من الطبيعي زيادة هذه الاشتراكات بمقدار 8 جنيهات تقريبا يعني بالنسبة للطلبة؟ والله هو فيما يخص الطلبة انا اعتقد برضو هذه الزيادات يعني ضروريه ومهمه جدا للهيئه، خاصه وكما تعلمون ان التمويل للهيئه تمويل ذاتي، وخاصه ان نحن نقدم لطلاب المدارس، مش فقط طلاب المدارس، ابتداء من الولاده، من تاريخ الولاده حتى نهايه السن المدرسي ثالث ثانوي، كل هذه الخدمات تقدم لكل الطلاب على كل المستويات وعلى كل الاصعده. وانا ما ذكرت لحضرتك فيما يخص الطلبه يعني زرع القوقعة، زرع النخاع أكثر موجود في هذه الفئة العمرية، بالإضافة إلى أمراض الدم، وهذه تكلف بالغ طائلة. فأعتقد أن هذه الزيادة لا تكفي بالنسبة للتكلفة المالية بالنسبة لأولياء الأمور، خاصة فيما يقدم من خدمة طبية يعني ذات مستوى معين يعني يتعين على التأمين الصحي أن يقدمها تماما وبالشكل المطلوب لكل أبنائنا الطلاب ومنذ ولادتهم حتى إنتهاء السن الثانوية. تمام. وأعتقد زي ما ضيوف الأعزاء ذكروا أن التأمين الصحي يعني ليس فقط بمفهوم هذه الاشتراكات الزيادة، إنما طبعا التحديات الأخرى التي ذكرت، وهي يعني تهيئة الظروف المناسبة لكل الفريق الطبي حتى يستطيع أن يقدم العمل وهو راضي، لكي يكون هناك رضا متلقي الخدمة، لابد أن يكون هناك أيضا رضا من مقدم الخدمة. نتمنى أن تكون هذه الخطوة الإيجابية. تمام. خطوة على الطريق يعني ابقى معي أيضا دكتور ممدوح أبو القاسم، سأعود إليك مرة أخرى. أنتقل إلى الدكتور محمد حسن منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة. يعني هذه الزيادة دكتور محمد، يعني هناك 1,300,000,000 جنيه لدعم هذه المرتبات للعاملين في الهيئة البالغ عددهم تقريبا 44,000 موظف داخل هذه الهيئة، هل هذا المبلغ هو كافي لرفع المستوى المعيشي أم أن هناك كانت طموحات أخرى من جانب الموظفين داخل الهيئة لزيادة راتبهم أكثر من ذلك؟ هو كافي لمساواه الزياده التي حدثت للاطباء في وزاره الصحه بين نظرائهم في التامين الصحي، ولكن الطموح طبعا ما زال الى اكثر من ذلك. لكن اذا سمحت لي الزميل العزيز اللي اتكلم عن اهميه الالتزام الدستوري برفع ميزانيه الصحه، وانا اتفق معاه في كل ما قاله، لكن انبه ان في هذا العام بالذات انخفضت ميزانيه التامين الصحي من 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي. السنة اللي فاتت
الى 1.9% السنه دي. فده في الحقيقه سياسه ماليه عكس اللي اقرها الدستور بالظبط. انا الزياده الجديده كلها لا سواء كانت منها ضرائب او قسم على المواطنين ما فيهاش اي سيره للدوله، بينما الدوله بالفعل كما اشار زميلنا العزيز عندها مشكله انها بتقلل الانفاق على الصحه كنسبه من الناتج المحلي الاجمالي، وعليها في الحقيقه انها ترتفع بهذه النسبه، لان السنه الجايه دي لازم النسبه توصل وفقا للاستحقاق الدستوري ل 3%، وده الحد الادنى لخدمه طبيه كريمه، وتتزايد تدريجيا برضو زي ما قال زميلي العزيز لحد ما توصل للنسب العالمي. يعني شكرا جزيلا دكتور محمد حسن منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، وانتقل الى الدكتور هشام مجدي الخبير القانوني وعضو مجلس الشعب. يعني دكتور هشام، يعني اذا هل يمكن ان نشهد قوانين جديدة في مجلس الشعب في المرحلة القادمة فيما يتعلق بقطاع الصحة بشكل عام في مصر؟ اسمح لي ان اجاوب على سؤالك بالنسبه لدكتورنا العزيز. احنا ما وصلناش ل 3% من الناتج القومي، وان كانت ميزانيه التامين الصحي خفضت، فالموازنه بتاعت بالكامل بتاعت الدوله خفضت اللي كان العجز كان فارغ، فتم تخفيض الموازنه نفسها عشان نقلل الفجوه بين الايرادات المتوقعه والمصروفات اللي هي حقيقيه احنا محتاجينها. فان شاء الله في المستقبل او في الموازنه القادمه هتبقى في زياده تقارب النسبه دي، واحنا عارفين الظروف اللي بتمر بها مصر، الظروف الاقتصاديه، الظروف عدم الاستقرار سواء الاستقرار الامني او الاستقرار الاقتصادي، لكن الحمد لله البلد بدات تتعافى وان شاء الله في خير جاي. فان شاء الله مجلس النواب بدوره هيسن او هيساهم في اي تعديلات تشريعيه تخدم الخدمات الصحيه وتحقق الرضا للمواطن اولا والقائمين على العمليه الصحيه سواء كانوا اطباء او مشرفين او تمريض او هيئه تمريض او هيئه صحيه بالكامل، حتى يستطيع كل واحد ياخذ الخدمه وهو راضي عنها ويؤدي الخدمه وهو راضي عنها. فالمجلس في دراسات ان شاء الله هتتم لكافه الامور التي ترتبط بالتامين الصحي والعلاج على نفس الدوله، كل ما يتعلق بصحه الانسان سيكون محور اهتمام تشريعي، ومش هنتردد لحظه واحده في ان احنا نعدل ماده او اكثر او نلغي قانون لا يحقق الرضا للمواطن المصري، ونجيب ننشئ قانون اخر او نسن تشريع اخر يحقق العداله الاجتماعيه والصحيه ايضا. الدوله تضع المواطن المصري نصب اعينها، والمواطن المصري هو حجر الزاويه، والمواطن المصري هو اساس اي نجاح. إذا ما كانش لائق صحيا ويستطيع القدرة على العطاء والعمل، إذا ما كانش التلميذ عنده قدرة صحية مش هيقدر يستجيب للعملية التعليمية، مش هيقدر يكون يعني وصلت الفكرة. دكتور هشام مجدي الخبير القانوني وعضو مجلس الشعب، شكرا جزيلا لك. وأيضا أعود مرة أخرى إلى الدكتور ممدوح أبو القاسم مدير فرع جنوب الصعيد بالتأمين الصحي. دكتور ممدوح، يعني لو تحدثنا عن الصعيد تحديدا، يعني كيف ترى مستوى الخدمة الصحية في الصعيد، وما هي مطالب أهالي الصعيد أيضا من الدولة في هذا المجال تحديدا؟ الخدمة الصحية في الصعيد تحتاج إلى المزيد والمزيد من الدعم والرؤية، خاصة فيما يخص سواء القوى البشرية أو التجهيزات أو الإمكانيات أو البنية التحتية. فيما يخص الخدمة الصحية بقطاعاتها المختلفة، الخدمة الصحية تقدم عن طريق التأمين الصحي، عن طريق وزارة الصحة، عن طريق المستشفيات الجامعية والتعليمية. إنما بوجه عام قطاع جنوب الصعيد بالنسبة للخدمات الصحية يحتاج إلى نظرة أهم. أهم ما في الخدمات الصحية أولا لابد من القوى البشرية المدربة. هذه النقطة في غاية الأهمية، لأن هناك بعض التخصصات النادرة لا يتوافر العدد الكافي من السادة الزملاء سواء أخصائيين أو استشاريين، ومن ثم يتعين على كثير من المرضى أن يذهبوا خارج منهم. انه الزملاء برضه في تعديل او في نظام قانون التامين الصحي الجديد ان شاء الله، او المنظومه الصحيه الجديده، عشان يبقى كل الساده الزملاء سواء في المستشفيات الجامعيه الجهات الاعلى هذه الكفاءات تستطيع ان تقدم الخدمه لكل ابناء محافظات الصعيد بشكل افضل ان شاء الله.
شكرا جزيلا دكتور ممدوح ابو القاسم مدير فرع جنوب الصعيد بالتامين الصحي، وكذلك الشكر موصول الى الدكتور محمد حسن منسق لجنه الدفاع عن الحق في الصحه، وايضا الدكتور هشام مجدي الخبير القانوني وعضو مجلس الشعب. مشاهدينا الكرام، لا تكتمل الصوره الا بالنزول الى الشارع المصري والتجول بين المواطنين للتعرف على رايهم. كاميرا النيل تجولت واتت لنا بهذه الاراء. أنا شايف مثلا إن الحكومة بترفع المخصصات العلاجية للمواطن في الموازنة العامة، هي خطوة جيدة، بس هي عامة الرقم في الموازنة العامة رقم متدني. علاج الحالة دي إيه؟ يعني في حاجات في بنود في الموازنة العامة يعني مالهاش أهمية، أو ما أنا صاحب خصص لها فلوس أو موارد، دي ممكن يعني أقلل من جزء اللي هو ليس له أهمية، وده أوجهه مثلا في ناحية في التعليم وفي الصحة. حوالي نسبة 75% من الشعب المصري بيستفيد من منظومة التأمين الصحي، ودي لها إيجابياتها ولها سلبياتها. إيجابياتها إن المريض ممكن جميع العمليات متوفرة ليه، حتى الفقير برضو اللي ما معهوش خالص أو مش شغال أو عامل دخل دلوقتي في منظومة التأمين الصحي. أحلى ما يزود الميزانية ويزود زيادة الدكاترة، زيادة العلاج، أنواع العلاج اللي احنا ما بنلاقيهاش في التأمين وبنضطر نجيبها من بره عشان مستوردة، فلما يبقى في زيادة في مستشفيات تفتح جديدة، مستشفيات تتطور شوية، الدكاترة تبقى على أعلى مستوى، طبعا هتزود على الأقل هيعرف المرض إيه، بدل ما يكتب لي يقول لي لا أعمل الأشعة دي بره عشان مش موجودة في المستشفى، أو عشان جهاز الأشعة بايظ، جهاز الأشعة في الصيانة، لا أصل الدكتور بتاع الأشعة ما جاش النهاردة، فطبعا الزيادة يبقى في بدل الدكتور اثنين وثلاثة، بدل مركز أشعة 5-6، يعني هيبقى في تطور طبعا كبير، ولازم يزود كمان اكتر من كده ان شاء الله السنه الجايه تبقى ضعف. دي حاجه يعني بتريحني انا كمواطن في دخلي في حياتي، بحسش ان في ضغوطات عليا في مثلا مصاريف، بس ده شيء كويس جدا يعني. هو زياده التامين الصحي دي حاجه كويسه جدا، بس يا ريت تبقى لكل الناس، لان في ناس كتير جدا ما عندهاش اصلا تامين صحي. يعني انا طفل زي ابني ده اتحجز فتره في المستشفى وصرف مصاريف باهظه انا ما كانتش في امكانياتي كمان، ورحت اعمل التامين الصحي قالوا لي ان مش من كل الاعمار ينفع يتعمل، فانا بس بطلب هو حاجه كويسه جدا بس تكون لكل الشعب، مش لفرد واحد او لفئه واحده. استكمالا لهذه الآراء، دعونا مشاهدينا الكرام نذهب مرة أخرى إلى مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي لمعرفة أيضا بعض الآراء التي وردت على مواقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي همزة وصل إي جي. هناك تعليق من ناصر حجازي يقول: المنظومة الصحية يجب تغييرها كاملة بدءا من المنشآت الصحية وتجهيزاتها والأجهزة والمعدات الطبية والمعامل وتوفير الأدوية، وانتهاء بتوفير أطباء متخصصين متفرغين للعمل بالتأمين الصحي، وحتى نصل إلى هذا على الدولة توفير المبالغ اللازمة للتطوير وإصدار تشريعات بقوانين للرقابة وإصدار قانون يحظر عمل الأطباء خارج التأمين الصحي. ايضا هناك وولفس ايت هيومن، ايضا هذا التعليق او هذا المشارك بيقول: احنا محتاجين ان يكون الهدف تحسين مستوى الخدمة الصحية المقدمة للمؤمن عليهم وتحسين اجور العاملين في التأمين الصحي بما يتناسب مع قانون 14 الخاص بتنظيم شؤون العاملين بالمهن الطبية. هناك كواعب البراهمي أيضا: خطوة جيدة، والأهم في تلك الميزانية يستفيد منها المخصصة لهم على قدر سواء، هل يحصل كل شخص مؤمن عليه على العلاج وله فرصة في المستشفيات؟ عموما قرار صائب، ولكن نرجو المتابعة في كيفية صرف الميزانية وتقديم الفائدة منها، وتحية لأسرة البرنامج. هناك أيضا محمد إسماعيل العطار: هي خطوة تمام تحسن من مستوى الخدمة الصحية، ولازم الحكومة تتابع العيادات الصحية. هناك عبد الناصر الكومي: الزيادة محدودة جدا لكنها خطوة للأمام، فالمستشفيات حالتها سيئة جدا ونحتاج إلى ثورة طبية وإصلاح شامل. شكرا لأسرة البرنامج. يعني أيضا هناك تعليق آخر من توسي، هذا التعليق هيثم هذا المشارك: بداية لابد لبدء إيجاد حلول لأهم مشكلة الدولة، وأتمنى البدء بالتعليم في الخطوة القادمة.
هناك أيضا محمود الضوي يقول ترى خطوة زيادة ميزانية التأمين الصحي بقيمة 2,700,000,000 جنيه على 90,000,000 نسمة مبلغ صغير على جميع شرائح فئات المجتمع للدعم الطبي. يجب دعم قطاعي الصحة والتعليم وحق مكفول للمواطن، نشر ثقافة التوعية والنظافة والوقاية. كانت هذه هي بعض التعليقات التي وردتنا على موقعنا على شبكات التواصل الاجتماعي، ونعود مرة أخرى إلى بعض الضيوف الكرام الذين ينضموا إلي عبر الهاتف لطرح المزيد من الأسئلة عليهم حول هذا الموضوع. ينضم إلي عبر الهاتف الأستاذ مصطفى زكريا الصحفي بجريدة الصباح، وكذلك الدكتور عبد الحميد صفوت أستاذ علم النفس والاجتماع السياسي. أبدأ مع الأستاذ محمود زكريا الصحفي بجريدة الصباح. يعني أستاذ محمود مصطفى، يعني أنت تعلم كانت هناك بعض المشاكل وبعض المشكلات داخل المستشفيات، سواء من ناحية التجهيزات المعدات وغير ذلك من الأمور، وربما وصل الحال إلى الإهمال داخل المستشفيات. يعني هل نحن في هذا الأمر نحتاج إلى ميزانية لتطوير هذه المستشفيات، أم يجب الموازنة بين الأمرين، الدعم المالي، فكرة الرقابة، فكرة التفتيش أيضا على هذه المستشفيات، خاصة ربما هناك حالة من فقدان الثقة من جانب المواطنين في هذه الأمور؟ بحيي حضرتك طبعا أسرة البرنامج. فهتكلم في البداية بالنسبة للقرار اللي تم اتخاذه من مجلس الوزراء بزيادة نسبة التأمين الصحي 2.7 مليار جنيه، فبالتالي تصل إجمالي الدعم اللي بتقدمه الدولة لهيئة التأمين الصحي 8 مليار جنيه. خلينا نكون واضح في البداية إن الخطوة دي هتقلل من ظاهرة هي بتزيد المرضى مرضا على مرضين، وهي ظاهرة الطوابير. احنا صحفيين بننزل جولات ميدانيه داخل المستشفيات علشان خاطر نرصد معاناه الاهالي مع مستشفيات التامين الصحي. اهم حاجه رصدناها هو الطابور، يعني المواطن اللي بيجي النهارده علشان خاطر يكشف بيضطر يقف في الطابور علشان خاطر يستنى الكشف بالساعات، علشان خاطر يصرف العلاج بيستنى بالساعات علشان خاطر يصرف العلاج، بعد كده لو مطلوب منه اشعه او تحاليل فبيضطر يقعد اسبوع علشان خاطر يشخص حالته ايه. فبالتالي الزياده دي انا بتمنى انها تكون يعني بادره امل بالنسبه للمرضى علشان خاطر يتوفر لهم ان هم يقدروا يعملوا عمليات ما كانتش بتتم قبل كده في هيئه التامين الصحي، زي الدعامات الذكيه، زي زي وحدات الغسيل الكلوي اللي احنا محتاجين اكتر من وحده في اكتر من مستشفى، زي جراحات القلب المفتوح وتغيير المفاصل اللي ما كانتش بتتم اصلا داخل مستشفيات التامين الصحي. دي خطوه مهمه جدا لازم نعملها. لو احنا بصينا للزياده اللي عملتها وزاره الصحه بما اعلن عنه السيد وزير الصحه الدكتور احمد عماد، كان قال ان 1.4 مليار لتحسين مستوى الخدمه و 1.3 مليار لتحسين مستوى 44,000 عامل داخل الهيئه بمساواتهم بباقي زملائهم من ينطبق عليهم كادر الاطباء. احنا يعني الزياده اللي هترش للمرضى هي 1.4 مليار جنيه، كويس؟ فبالتالي هو مبلغ مش هقول ان هو كبير، لكن مبلغ قليل نسبيا بالنسبه لعدد المستفيدين من التامين الصحي، لان احنا عندنا عدد المشاركين تقريبا 50 مليون. المستفيدين لو قلنا ان هو نفس الرقم فطبعا احنا محتاجين زياده اكبر من كده. كان في مقترح كان اتقدم ليه قبل كده الدكتور علي حجازي رئيس هيئه التامين الصحي، بان نسبه الضرائب المفروض على السجاير انها تزيد من 10 قروش ل 50 قرش، فبالتالي التامين الصحي يقدر يوفر مبلغ اضافي عن المبلغ اللي تم توفيره في الوقت الحالي، كويس؟ فده يعني دي اجراءات نامل ان يبقى فيه مبالغ اكتر من كده علشان خاطر الطوابير نقضي على ظاهره الطوابير زي ما قضينا عليها. اسمح لي ان اتفق معايا استاذ مصطفى زكريا صاحب بلاد الصباح، سأعود اليك مره اخرى. ايضا انتقل الى الدكتور عبد الحميد صفوت استاذ علم النفس والاجتماع في جامعه السويس. يعني دكتور عبد الحميد ايضا، انت ايضا كيف تقيم هذه الخطوه بزياده ميزانيه هيئه التامين الصحي، وكيف ترى اثر ذلك على الخدمه المقدمه بالفعل لدى المواطنين؟ ربما استمعنا الى الاستاذ مصطفى وقال ان هناك بعض العقبات التي ربما تواجه المرضى داخل هذه المستشفيات. والله انا اتمنى ان الميزانيه تزيد اكثر من كده بالنسبه لميزانيه التامين الصحي، ولكن ليا ملحوظتين احب اقولهم في حدود التخصصي بتاع المنافس الاجتماعي. انه اول شيء بالنسبه لحسن اداره منظومه التامين الصحي، لانه يعني في اهدار كبير جدا فيما يتعلق بالموازنه بين الاجور المقدمه اجور الاطباء والمرضى و
والجزء الثاني الخاص بالخدمات. أما الملحوظة الثانية فهي تتعلق بأنه التأمين الصحي ده بيستفيد أو ميزانيته بتتاخد من الناس اللي بتدفع. فلكن ما جاء في الدستور أنه مظلة الخدمة الطبية للجميع. يعني أنا يعني المواطن اللي مش تبع التأمين الصحي ده، يعني أنا فرحان كده لأن أنا زودت التأمين الصحي، وفي نفس الوقت في ناس ملهاش تأمين صحي، وبالتالي لما ملهاش دخول مستشفيات. أتمنى يعني أنه الخدمة الصحية تكون تشمل كلا الطرفين، بحيث يبقى يرجع تاني العلاج بالمجان أو العلاج أو الصحة كالماء والهواء مثل التعليم، وليس مجرد فقط أنه لازم يدفع عشان ياخد خدمة الصحية. يعني ابقى معي دكتور عبد الحميد، سأعود إليك مرة أخرى أيضا، وأعود مرة أخرى إلى الأستاذ مصطفى زكريا الصحفي بجريدة الصباح. يعني أستاذ مصطفى، أيضا كان هناك بعض الجهود لتطوير أداء الأطباء ويعني إعطائهم دورات ربما في الخارج بالتعاون مع دول أوروبية مثلا، يعني أثر هذه أيضا القيمة أو هذا التدريب على تقديم خدمة مميزة للمواطنين إلى جانب المميزات الأخرى داخل هذه المستشفى؟ تمام. طيب تعليقا على الـ على الـ على الـ 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 الكلام ده سريعا، هو في فرق يعني بين ان انا مثلا انا عندي اطباء كويس عندهم خبره خدوا دورات تدريبيه، ولكن في النهايه الامكانيات اللي هيستخدموها علشان خاطر يطبقوها عليا انا مش موجوده. يعني مثلا لو افترضنا ان في طبيب مثلا واخد دورات تدريبيه وحاجات في موضوع الغسيل الكلى وما الى ذلك، مفيش وحدات للغسيل الكلى علشان خاطر يبدا يطبق اللي خده في الخارج عليا في الداخل. تمام، دي نقطة. نقطة تانية وكنت عايز يعني اذكرها في البداية في اول مداخلتي، في حالة انا اتعرضت لها بشكل شخصي، اب ابنه دخل حضانات لمستشفى حكومي، توفى نتيجة ان في حقنة اسمها حقنة اجسام مضادة، دي غير مدركة على قوائم التأمين الصحي. يعني في بعض الادوية الغالية اللي ما بيتمش ادراجها في التأمين الصحي، زي مثلا حالات علاج ضمور الاطفال، زي الحضانات بتاعت الاطفال. يعني انا اتمنى ان ممكن يكون مثلا لو احنا كنا بنفكر ان احنا ازاي نفيد الناس بالزياده دي، بان احنا نشتري اجهزه طبيه كويس، اجهزه طبيه ده رقم واحد بالنسبه للمستشفيات اللي ما فيهاش اجهزه طبيه. في حاجه تانية مهمه جدا، في مستشفيات حضرتك لك ان تتخيل ان في مستشفيات ووحدات صحيه بها اجهزه طبيه لسه حتى يعني حتى اللحظه بالورق اللي عليها ما اتشالتش. كويس، ده علشان خاطر ما فيش العنصر البشري اللي يقدر يشغلها. وفي حالات يعني حالات كتير جدا على مستوى المحافظات، يعني في محافظه المنوفيه في مستشفى داخل قريه اسمها قريه سمدون التابعه لمركز اشمون بالمنوفيه، انا رصدتها بنفسي، وحده صحيه من 4 ادوار كويس، بها اجهزه طبيه، بها معدات طبيه. الوحده المبنى ده بالكامل فيه 6 موظفين بيعملوا ايه؟ بيسجلوا شهادات الميلاد وشهادات الوفاه فقط لا غير. فبالتالي احنا في يعني عايزين رقابه اكتر على المنشات الطبيه، رقابه اكتر على اداء العاملين داخل المنشات الطبيه، فبالتالي انت هتقدر توفر على الدوله فلوس، هتقدر توفر فلوس ممكن تشتري بيها ادويه، هتوفر فلوس ممكن تشتري بيها امكانيات تشغل بيها منشات طبيه ثانيه. فبالتالي انت هيبقى كده عندك نوع من انواع التوازن ما بين الانفاق وبين انت ازاي ترشد استهلاكك. يعني احنا عايزين نعمل ترشيد استهلاك. تمام، فدي كلها حلول المفروض ان كان يعني اتمنى ان احنا نحطها في اعتبار. بالطبع نتمنى كذلك. استاذ مصطفى زكريا الصحفي بجريده الصباح، شكرا جزيلا لك. واعود الى الدكتور عبد الحميد صفوت، استاذ علم النفس والاجتماع جامعه السويس. يعني دكتور عبد الحميد، يعني في ختام، يعني كيف ترى المنظومة الصحية في مصر وكيف يمكن تطويرها في المرحلة القادمة بشكل يتلائم مع الجميع ويحصل الجميع على حقه في نهاية المطاف؟ والله انا اقول لحضرتك يعني اجمالي المنظومة، الانسان لا يشعر بالامان في المستقبل فيما يتعلق به اذا مرض. يعني شعور عام انه اذا الواحد اذا مرض فممكن قوي ما يلاقيش ثمن الدواء، ما يلاقيش المستشفى اللي تاخده، حتى بالنسبه للتامين الصحي وضعف الامكانيات فيها. فكلمه الامان ديت اللي اتكلم عنها الدكتور لابد ان تتحقق، بانه يعني المستشفيات الحكوميه لازم تكون فيها من الخدمات التي تقدم للمواطن العادي، ما المواطن العادي غير المؤمن عليه، زائد طبعا مستشفيات التامين الصحي. كلاهما لازم يقدم خدمه راقيه ومتقدمه مهما كلف الدوله من اموال، لانه يعني كان في يعني خبرات قبل كده
انه موضوع اللي هو بتاع الدوله اللي هو انه اسمها ايه دي على 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 نفقه الدوله علاج نفقه الدوله ده استبدلوه بالعلاج المجاني. فلا المفروض انا ادخل المستشفى ودي احاول رئيس الوزراء السابق ان هو يعملها انه يعني هي وصلت الفكره دكتور عبد الحميد صفوت استاذ علم النفس والاجتماع جامعه السويس. يعني مشاهدينا الكرام بالطبع كانت هذه هي بعض الاراء لدينا في هذه الحلقه حول كيفيه او ما هو المامول من زياده الميزانيه الخاصه بهيئه التامين الصحي. على تحال قبل ان نترككم نذكركم بحلقه الغد ان شاء الله الا وهي ما رأيك في إعلان وزير السكان بوجود 150 ألف وحدة سكنية معرضة للانهيار؟ هذا هو التساؤل وننتظر مشاركتكم واتصالاتكم معنا حول هذا الموضوع، ونتمنى أن نكون قد وصلنا إلى رؤية مشتركة سويا حول موضوع حلقة اليوم. دمتم في رعاية الله وأمنه وإلى اللقاء.